في اتجاه عقارب الساعة ابتداء من الأعلى أمام قصبة الوداية وضريح محمد الخامس والزقاق في قصبة الوداية. الرباط بشدة على الراء وفتحة على الباء وسكون الطاء هي عاصمة المغرب. تعتبر المدينة ثالث أكبر مدينة في البلاد، تقع على ساحل المحيط الأطلسي في سهل منبسط فسيح وعلى الضفة اليسرى لمصب نهر أبي رقراق الذي يفصل المدينة عن سل المدينة القديمة. يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.5 مليون نسمة. تشتهر المدينة بصناعة النسيج، كما أن بها جامعة محمد الخامس، أول جامعة حديثة أسست بالمملكة. وعلى الرغم من تفردها بتخطيط المدينة الحديثة، فقد نجحت الرباط في دمج تراثها القديم أيضا، في حين أنها غنية أيضا بالتاريخ. تقسم المدينة إلى قسمين رئيسيين، المدينة القديمة المصورة والمدينة الفرنسية الحديثة. الرباط هي مدينة إدارية بشكل رئيسي، ولديها العديد من الأحياء السكنية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة باستثناء المركز.